معناها وجبات. الوجبات الاساسيه عندي بريكفاست لانش دينر. بريكفاست اللي هو الفطار، لانش اللي هو الغداء، دينر اللي هو العشاء. طيب الاوقات بقى اللي احنا بناكل فيها الوجبات دي، ان ذا مورنينج بتناول الايه؟ البريكفاست، وان ذا افترنون بتناول الايه؟ اللانش، وان ذا ايفنينج بتناول الايه؟ الدينر. وعندي وجبه خفيفه اسمها سناك، دي ما بين الايه؟ الوجبات. ازاي اتكلم بقى عن الوجبات دي؟ عايزه اقول انا اتناول الافطار صباحا. ازاي اكون الجمله؟ بستخدم الفعل ايه؟ هاف. يبقى عشان اكون جمله على الوجبات او على الميلز اللي عندي بستخدم الفعل هاف او هاز. امتى بقى بستخدم هاف؟ لو انا هتكلم عن اي او ذي او وي او يو. وهاز مع المفرد، مع هي وشي وات. يعني ايه؟ يعني عايزه اقول انا اتناول الفطار صباحا. يلا نكون الجمله كده، انا يعني ايه؟ اي هتاخد مين؟ هاف. يبقى اي هاف. الافطار يعني ايه؟ بريكفاست. اي هاف بريكفاست. فين بقى صباحا يعني ايه؟ ان ذا مورنينج. يبقى انا كده كونت الجمله، سهله ولا فيها مشكله؟ سهله. هجيب الكلمه بتاعتها من كل مكان. يبقى اي هاف بريكفاست ان ذا مورنينج. تعالوا بقى، عايزه اقول انا عايزه اقول هو بقى، هو يتناول الغداء بعد الظهر. هو يعني ايه؟ ها؟ هي هتاخد هاف ولا هاز؟ هاز. يبقى هي هاز. الغداء يعني ايه؟ لانش. امتى بقى؟ ان ذا افترنون. ان ذا افترنون. سهلة ولا فيها مشكلة؟ سهلة. الأول أركز أشوف الفعل عندي مين؟ الفعل أي أو ذي أو وي أو يو، يبقى هستخدم مين؟ هاف. هي أو شي أو إيه هستخدم مين؟ هاف. وأشوف الوجبة عندي اسمها إيه؟ وبتناولها إمتى؟ الصبح ولا بعد الظهر ولا بالليل؟ تعالوا نشوف الوجبة الأخيرة اللي هي دينر. عايزة أقول هما بيتناولوا العشاء مساء. هما يعني إيه؟ ها؟ ذي. ذي هتاخد مين؟ هاف ولا هاز؟ هاف. يبقى ذي هاف دينر. ها مساء يعني ايه؟ ان ذا ايفنينج. ان ذا ايفنينج. فهمنا ازاي اكون جمل على الوجبات؟ الاساس اللي عندي هاف وهاز. اشوف انا هستخدم هاف ولا اشوف استخدم هاز على حسب مين؟ الفاعل اللي موجود عندي. واشوف الوجبه، وجبه الفطار بتبقى فين؟ ان ذا مورنينج. وجبه الغداء بتبقى ايه؟ ان ذا افترنون. وجبه العشاء بتبقى ايه؟ ان ذا ايفنينج، في المساء. فهمناها سهله ولا فيها مشكله؟ هنكون بقى عليها جمل مختلفه.